هاي شفادي، صباح الخير، كيفك اليوم؟ كتر خير الله. شام ريحة شمس وشام ريحة سيفود. مزبوط. تخبرنا اليوم شو طبقنا؟ اليوم طبقنا رح نعمل سوفليه بالشريمب ومن روس القرايدس كمان رح نعمل هيك المرأة، بيقولوا لها المرأة أو بيسك دو كروفيت، يعني هي من روس القرايدس رح تطلع الصوص. رح نطحنهم اكيد ونعمل لهم قليه، ورح نعمل سلاد الافوكادو مع الخضره، ورح نحط لها صموع وجهها صموع الفيمي. يعني نحن معودين على سوفلي اللحمه العاديه، اللحمه المفرومه، صحيح. اليوم رح هيك نحشيها بحسيتها غريبه شوي، غريبه بس انه هيك جديده، خلينا نفكر بشيء جديد على طول. ولا رح تكون طيبه يعني، اكيد ما في شك. يعني طريقتها قريبه على هيدا، بس القليه غير يعني اكيد. كرمال الاكل القاطع يعني ما بياكل لحوم، والشمس بتقصصهم صغار. هلا رح اكيد طبعا رح نسلقهم اوكي، تن هيك ناكد انه استووا، بنرجع بنقشرهم وبنرجع بنشيل لهم الخيط الرمله بيقولوا له، بنرجع نفرمهم ونعمل لهم قليه بالفليفه والكرات وكل المطيبات رح نحطها. يعني بدل اللحمه المفرومه شرمس مفروم اليوم، شرمس مفروم مظبوط. بس نحن جايبينه فريش كل المشاهدين فرجيهم باينه من ريحتهم، وكل كل الحبه القرايدس رح نستفيد منها. انا هون فاصل الروس عن جسمه للحبة القرايدس، فالروس انا رح اطبخهم لحالهم، والشريمب حبة الشريمب رح اسلقها ونرجع بننضفها. مش اول مره بتعمل مرقه شريمبس او لا، او انا غلطانه؟ هي المرقه من الروس مزبوط، بيقولوا لها مره عملناها مع الرز، هي بتهرب فيها تنعمل سوب كمان بتذكر يعني. انا يلا المره الجايه لكن بنعمل سوب. يلا شايف راحتك انا، لكن نرجع بنطلع عليك اكيد خلال الحلقه. ميرسي انيتا. صباح الخير، اليوم نهار جمعة، مثل ما قلنا وعرفنا عن طبختنا، هي رح تكون قرايدس سوفليه. طبعا بس نحكي سوفليه دغري بيخطر عبالنا البطاطا. أنا هون أكيد حاطت طنجرتين قدامي، واحدة فيها مي اللي عم بلش تغلي، بدي سقط فيها البطاطا كرمال نسلقها، وعندي التانية حاطت فيها أنا المطيبات، حاطت دلوع الكرافس والسلري، وحاطت حامضتين كرمال اسلق فيها القرايدس قدامي. مثل ما قلنا نحن القرايدس جايبينه الفريش، انا فصلت الراس عنه كرمال من الراس اعمل بيسك دو كروفيت يعني بيقولوا له منخاع تبعول الشريمب، بدي اعمل المرقه تبعوله. وطبعا المرقه رح اضيفها على القليه انا بدي اعملها، وكمان القرايدس بس ينسلق رح نشيلهم نقشرهم نطبخهم كلهم مع بعضهم. اول ستيب بدي اعملها، بدي اسلق القرايدس انا، رح سقطهم هون. رح أقرب البطاطا لحدي، روس البطاطا مغسلة أنا مزبوط. طبعا بدي أقطعهم قد ما فينا نزاغر الحبة تما ياخذوا وقت معنا، بدي أقطعهم وبلش بدي أسلقهم هون بالطنجرة. هلا مثل ما قلنا قبل كنا عملنا سوفليه باللحمة، سلقت البطاطا بالحليب، هون هلا عم نسلقها بالماء، لأنه أنا بدي أعمل مرق، بدي اعمل مرق من القرايدس طب ما تطلع هيك ناشفة اكلتنا، ما بديها تطلع السوفليه مثل معودين عليها السوفليه، يعني اللي هيك رح يكون فيها هيك شوية صوص بقلبها، شوية حركة تنستفيد من روس القرايدس. هيدا الهدف كله من هيدي الاكلة. وطبعا رح نقدمهم اليوم بالفخارة، رح نحط البطاطا ورح نحط القلية رح نعملها مع الصوص، رح نحط الكعك ورح نحط البارميزون اليوم على وجهها، او فينا نحط الموزاريلا، احنا معودين على الموزاريلا بس البارميزون بيعطينا النكهه الاطيب الادسم. الموزاريلا هيك مايله على الحلوه اوكي، صحيح بتذوب وشكلها اجمل بس البارميزون نكهتها اطيب. وطبعا بدنا اكيد الكعك المطحون، البطاطا رح نشتغل فيها هلا، اكيد رح نعمل نحط لها الكريمه والملح والبهار، صرنا عارفين بطاطا سوفليه كيف نطبقها. هلا رح ارجع اقطع انا توم والفليفله تا قلي الروس مع بعضهم، بدي ارجع اطحنهم بالميكسر تاخذ مرق القرايدس منهم. نرجع بنقول هيدا المرق فينا نستخدمه نعمل صوص منهم، وفينا نعملها سوب، وفينا نعملها يخنت القرايدس كمان، فينا نعمل رز حدا مع القرايدس عم نسلقه مع الصوص اللي بتطلع حمراء، القرايدس معه ورز على جنب كمان بتزبط معكم.
يعني نحن مدخلين نشويات اليوم بالبطاطا، فينا نفس الشيء نفس الطريقة نفس الصوص رح تطلع معنا، ندخلها رز حدا يلي ما بحب البطاطا مع رشة بارميزان عليهم، تكون أخدتوا وصفة مع رز مش مع بطاطا. هلا بتلاش قلنا هون حد الروس هون عم بينسلقوا ماشيين تمام. هلا في عندي أنا دلوع مكرافس بدي أقطعهم، قلنا من مشتقات البصلة شكلها مثل البصلة الخضراء بس نكهتها سوبر رائعة. نقطع بالطريقة هلا أنا هون حط القرايد سبورة، بدي أجيب مقلاية كرمال جهزها نعمل القلية. بلش حط زيت زيتون هلا بدي بلش جيب روس الفليفلة وراح احط كرافس فليفله ملونه. فينا نحط الفليفله الخضراء بس الملونه هيك بتبين بقلب السوفليه بس هيك كشكل احلى، بس نحط طبقتين من البطاطا الحشوه تكون ملونه فيها حياه اكثر. او فينا نحط الخضراء وصفراء يعني نستعمل لونين مفضل اكثر. هلا بدي اقطعهم انا ناعمين. هلا عم جهز انا القلية مثل ما قلنا، بدي اطبخ الروس مع الثوم هون، كمان رح احط لهم سنين ثوم. هيدي حشوة السوفلي طبعا تقطيعات هينه ما بدهم شيء. بدي اجيب الثوم الحب انا كمان فرمه ناعم ناعم. هيك بناخذ المرق بناخذ النكهات هون، يعني عم بلش ستيب باي ستيب خطوة خطوة، يعني عم يتعلموا طبخ جديد او كذا على طول. البصلة او الكرافس او الكرات هول فصيلة البصل كلها والثوم هول الاساسيات بالطبخ يلي هن اللي بيعطونا النكهات، هول الاساسيات. القلية على طول صرنا حكينا عنها هي الاساس، يعني ما فينا نبلش مثل بقول الاساس الطبخة نبلشها ضعيفة، لا بدنا نبلشها بنكهات هول اهم شيء. نرجع نقول شو منضيف، بيرجع البهارات وبيرجع نوعية اللحوم اللي عم نجيبها كمان طبعا تفرق الكواليتي قد ما يكون. يعني طبعا الغالي الغالي بالأكل بيرخص لأنه الغالي حقه فيه طعمته فيه سبحان الله. هلا هون بلشنا نقلي نحن، بدي جيب روس القريدس بدي حطهم وطبخهم مع الكرافس والثوم. نحن من حبة القريدس ما بدنا نخلي شيء يروح دعان، كله رح نستفيد منه. هون فينا نطفي بنبيد الأبيض، مش موجود نبيد الأبيض ما لنا مشكلة. أنا رح حط هلا كمان بعد كم حبة طماط سيريز ورح طفي بالماء العادية الطبيعية، أوكي كرمال ما بحب الكحول. هيك نعطيه فكرة كيف نقدر ناخد المرق نحن لأنهن ما رح يفرزولنا كتير، رح أنا أحط ماء يساعدهم يفرزولنا نكهات أكتر، وطبعا أحطهم بالميكسر حدة وطحنهم أحا. أنا رح يطلع لنا هون النكهة، رح أرجع بس يطلع لنا المرق رح زد لهم منزد لهم الكريمة نحن كمان هيك تبرك أكتر أكلتنا.
مثل ما شايفينك تغير لونه دغري وصل قريدس. انا رح شيل هيك كم راس عايزهم اخر شيء للديزاين تنعرف عن طبقنا شو عاملين نحن. هيك 5 حبات بالزيادة. يلا رح احط شوية فليفلة انا الحمراء، كم حبة طماط شريز، نقي الحمر، بحرب المي لحد هيدوبوا شوية المكونات كلهم مع بعضهم. مثل ما قلنا ارجع طفيهم شوية بالمي، ارجع اطحنهم. اكيد هلا بحط لهم شوية ملح وبهار كرمال نكه اكثر واكثر. هي رشة بهار اسود. بحط ملح من هون. مثل ما قلنا حطينا الكرافس، حطينا الثوم، حطينا روس القريدس، حطينا البندورة الكرزية، حطينا فليفلة الحمرا شوي. هلا بدي طفي بالماي كرمال من بعدها دغري نتجه على الطحن. يعني لتفرجيكم يعني بعد ما عملنا شيء هذا المرة بدنا اياه. انا بس بدي سامكو لانه احنا بس نطحن الروس طبعا رح يفرزون لنا، برجع بصفيهم انا اكيد لانه الروس قاسيين بكونوا بصفيهم اكيد طبعا، بس هذا اللون رح ناخده احنا من المرق والنكهه للسوفلي عم نعمله. هيدي الاكله مثل ما قلنا فينا نتجه مثل ما قلنا نطحنهم نرجع نحطهم على جنب نعقدهم مع الكريمه، بصير عندنا سوب الكروفات طبعا. بكون هون القريدس نحن سلقناهم بنشيلهم بنفقيهم بنحطهم فوق المرقه بصير عندنا سوب، او فينا نعملها اكله بيسك دو كروفات كمان بنعقدها اكثر اكثر بنزيد لها بعد بندوره او دبل بندوره، وفينا كمان نعمل حدا رز ابيض البسمتي كمان بتطلع طيبه. هلا بدي شوي يغلوا انا مع بعض بحطهم هون بالميكسر، بدي اطحنهم طحن. هلا اخفف النار انا هون، اخذنا عملنا الباز مثل ما بقولوا. هلا بدي سقط الروس كلها هون مع المي مع المرقه هنطحنهم. فينا اذا ما عندكم هيدا الميكسر فينا ماكينه اللحمه الى شفره كمان نطحنهم نعمهم على الاخر، نرجع اكيد مصفيهم كرمال نحن نفرز المرق عن اشياء قاسيه. هو الكيلو من القريدس كافيين وجبه لاربع اشخاص. هيك طلعكم اكله شهيه جدا. هلا رح صفيهم كلهم مش الحال. هلا رح سكر انا ونطحن. انا هلا طحنت كل شيء، هلا رح اجيب انا مصفايه مع افرجيكم كيف رح نصفيهم بس لاخر مرحله. الريحه اللي بتشهي يعني بهالطريقه بنصفيهم كرمال بيعلقوا.
اشياء القاسية انا بدي المرق منهم. الطريقة اكيد مساعدهم ملعقة تنزلوا كلهم. هالوقت اللي انا عم صفي فيه رح نطلع بريك ونرجع نشوفكم بالفقرة التانية، نكون نستوي البطاطا ونكون القريدس بلشنا نفق فيهم. هلا بستعين باصدقائنا هون باستوديو فقوا لنا القريدس معنا يساعدونا، تيم وورك مثل ما بيقولوا. هلا رح نروح بريك ونرجع نشوفكم بالفقرة التانية شو بدنا نعمل ونكفي اكلنا. مشاهدينا رجعنا، رح هلا كفي. وين وصلت؟ كنا باول فقره نحن عملنا لاول شيء الصوص البيس كروفات، يعني من راس حبه القريدس طحناها قليناهم نحن مع كرافس وتوم، حطينا طومات شريز رجعنا طفيناهم بالماي، حطينا ملح وبهار طحنته بالميكسر حدي طلع لنا هيدا المرق. هيدا المرق انا بدي استعمله كمان، بدي طفي فيه الحشوه اللي رح نعملها بالسوفليه. فعندي كمان قبل ما كفي تقطيع، فعندي حدي هون البطاطا اللي نستعملها للسوفليه اللي كمان سلقناها 100 جرام من البطاطا. هلا بدي احط الملح والبهار والكريمه كرمال نجهزها ونجهز كمان الحشوه في الفقره الثانيه. هلا اول شيء بدنا نعمله بدي احط الزبده طبعا فوق البطاطا. عندي البيض طبعا على طول السوفليه نحط لها بيض كرمال هيك ترفخ معنا. اكيد بهار اسود والملح. نرجع نحط لها الكريمه، هذه رشه ملح صغيره، بهار اسود، هون عندي كريم فريش كمان. هلا طبعا بالبريس خلي المكونات ينخفقوا مع بعضهم فيطلع لنا سوفلي البطاطا بحشوة القريدس. طبعا البطاطا بعدها هون سخنة هيك ساعتها هيالكم بالطحن أحسن ما تكون بردت. بدي رشلها رشة جبنة البارميزون، أنا كمان رح أحط لها على وجهها بس رح أحط لها كمان بقلبها هيك بتدوب مع البطاطا بتعطينا نكهة طيبة. هيدي البطاطا صار جاهزة. هلا ذكر حطينا الملح البهار الزبدة حطينا الكريم فريش وهلا حطينا رشة بارميزون اخر شيء هيك نزيد لها النكهة ندسمها اكثر. رح اتركها على جنب تبرد على مهله لانه رح ترجع تفوت على الفرن هي والحشوة. هلا انا رح يصير هون رح احط شوية زيت زيتون تنعمل آلية الحشوة تبول السوفلي شرنق. فعندي هون انا الفليفله الحمراء اللي قطعتها باول فقره، كمان رح احط الفليفله الصفراء كمان قطعها، رح احط سنين توم، بدي افرم القريدس اللي انا دجا سلقتهم ونظفتهم صاروا جاهزين كمان. الفليفله الصفراء هيك القريدس مستوي كمان بنقلبهم مع الفليفله تنعمل الحشوه تبول القريدس. طبعا بدي طفيهم بالمرقه اللي انا عملتها مرقه القريدس كمان
صارت حدي جاهزة. هون رح زيدهم لهون. ما شايفين مشاهدين عم نمشي معكم خطوة خطوة هيك تا كل أكلة تتطبق معكم وتلحقوا بالتفاصيل المملة. وإذا اعتزتونا بشي نحن على السمع على طول على مواقع التواصل الاجتماعي جاهزين. بعتقد عم نجاوب الكل بس أنه عم نتأخر شوي استمحونا، بس أكيد رح نرجع نجاوبكم كلكم. هلا بضل في عندي القريدس كمان بدي أحطه النعامون أنا قطعهم يلي هن مسلوقين. هلا اللي بحب يتركها حبة كاملة فينا. هلا قطع الشريمب الطريقة بنوزع. الألوان الحلوة يعني أنا عم بعمل صوتي ماني عم بطبخ هلا لأنه الفلايكة دغري بتستوي. القريدس كمان أصلا أنا سلقهم بس هيك بدنا ناخذ نكهة طيبة. هلا رح أحط المرق كمان لحد أحطهم على عيون. شيل اللوحة. زدنا شوية زيت زيتون. هذا هو الأسود. بس تدوب الفلايفة مزبوط دغري رح نزل عليهم مرقة هون تناخد هيك نكهة. مثل ما قلكم بدي يكون في شوية صوص بالسوفليه هالمرة، ما تكون ناشفة يعني ما عم نعمل حشوة للحمة نحن، بدي هيك نعطيها نكهة للقريدس أكثر أكثر من وراء المرقة اللي عملناها، وإلا لشو تعذبنا بالمرقة كان بلاها. مشان هيك رح نحط نحن البطاطا من تحت، رح نحط بس كنا عم ناكلها بالفقرة النهائية، بس نغمس رح يطلع لنا صوص كمان معها، ما رح تكون ناشفة على الآخر مثل السوفليه اللي بتعرفوها. هلا هو المكونات كلهم، رح زيد أنا شوية الكريم عليها طريقة. هلا بدي اياهم هيك ينطبخوا مع بعضهم شوي، نشف ميتهم شوي، برجع انا رح اجيب الفخارات ونحط نبلش نطبق السوفليه بالفقره الثالثه او الرابعه. هلا بنشوف. هلا بدنا نروح عند زملائنا نكفي معهم الفقرات الباقيه. للاسف وصلنا لختام حلقتنا لليوم من مورنينج توك، وختامها مسك يعني اليوم الختام مسكان قبل مع الموسيقى والعزف، وهلا مع الاكل يلي تقريبا صار جاهز. صحيح. والريحه بتشهي. يلا سوفليه الشرمب نحن سكبنا اثنين، رايسكم اثنين. هلا تفرجي المشاهدين كيف رح احط البطاطا انا اول شيء بكعب الفخاره. بدك ترجع تشيل تفوتهم على الفرن او لا؟ انا بدي ويه. ساعدك شيف. يلا اذا بدك نعبي وحده ثانيه. انا كمان يلا. لا انا بس اليوم بشرب في بعد السلطه. بدك تشرب انت هون. اوكي اذا بدك السلطه انا بساعدك فيها. بدك كاس؟ لك بشي بجيبه ناصحه السلامه. طب شيلي لي اثنين قريدس. شو بكفي ما بتساعد حدا بالمطبخ. سلقناها هون طبختها مع الثوم والفلايف الملونه. حطيت لها انا من المرق كمان مرق البيف بلوكروفات من مرق روس القريدس. وهلا بدي ارجع احط. انا حطيت الكفوف شاف. جاهزين الصباح. صرنا جاهزين عن جنودنا. مع انهم كبار اسمع لي. رشة كعك طبعا سوفليه بدل بس كعك. هاي غير عن هيديك. هون رشة بارميزون. بدنا نعمل وحده ثانيه. تعي انا تشوفي. انا مش انا كمان بساعدكم بهون مش بس السلاد. اول شيء بناخذ الفخاره.
اي كاميرا اعطتي كاميرا هون بس تخلص يلا على الفرن ساعديني هدي لسه يلا شو بنعمل تاني ستيب؟ تاني ستيب رح احط من الشريم من الحشوة بس ما نكتر يعني بدنا اوكي بس تصيري ردي قولي لي اجيب لك حشوة يلا ثواني هيك منيحة؟ يلا اوكي هالقد منيحة تمام تمام يلا شوف بدنا نعمل هاي بكره بتخلص مليها كلها اذا الله رد اوكي بعدين هلا الشرمبس اوكي اوكي وزعيهم هيك بهالملعقه زيتها ايه. بقصر خلص انا بوزعهم يا اوكي بس هالقد ايه بزيد حطي لها شوي حطي لها شوي بقى. بعد شوي رح يفكروني بخيله هلا شايف انت قلت لنا شوي اوكي هلا خلصنا شو الثاني بطاطا هلا نرجع نرش رشه كعك يعني لايرز اوكي سوفلي سوفلي صعبة هاي بدك انا كفيها هلا مش ضروري تكون عليها كلها خليها تضايق اوكي هيك هلا كعك بيرجع تشيز بالاخر بارميزان ولا ناخد بعد مرة هيك تبين حرزين اوكي اوكي فوالا يلا انيتا بليك رشي عن بعد هيك لتبين خفف هيك بس بعد في جبنة بارميزان هلا يلا نحطهم بالصينية حقكم وناخذهم نحن عن جد شاطرين وعايقين بس ليش عم تخبي شو عم تعمل؟ لا لأنه صار تمام بدال في رشة الأوريغانو هاي إلك كترتي لها جبنة يلا ولا وين بدي أحطها؟ بنحطها هون بالصينية بلا الريدس الريدس بس تطلع لأنه ملزينة بس هون هون بس سوري هيديك بلفق فيها السلات تفضل شيف نحن شكرا شكرا كمان هيدي شيف يلا إيه كمان يعني مش عم بعمل شيء غلط انا شي سلطه لحالك انقذت نفسك بنفسك يلا اذا انا بدي رش كعك طب خليني اعمل سلطه انا انتوا اشتغلوا هون على رواق سلطه الافوكا رح احط اول شيء البصل الهندي رح احطه ونوزعه بالصينيه هون عم تخفيها كلها مع بعضها عندي البندوره الكرزيه كمان رح احطهم وزعهم بدك تحط الكعك ساندرا؟ ايه بس بدك تعمليها شوي بول هيك فاند الفجل لحتى تعطي فرن كل ما وصل الشيف فادي تماما اوكي هيك منيح ايه خلص انا اوكي انا ما كثير بحب البطاطا يلا. انا هلا بدي رش كعك انا بدي اللوحة بس كمان ضعفت على الخيار اوه احلاها هلا من بعد الجبنه ننسي كل شيء على ذوقي كل شيء اندر كنترول هيدا رشه اضافيه من انيتا بدك الجبنه انت كمان يعني عندي كمان هون بقدونس بعد بدك لا خلص يلا الاوريغانو مشاهدينا كمان عن بعد هول مش بالفرن كمان يلا هلا باخذها على الفرن يلا اوكي جبنا الدنه ما عليه فدينا اخر اخر فخاره لليوم هيدي الجمعه برعايه الفخار يعني الشيف فادي عم يعملنا كل الاطباق بالفخار انا نكهه خاصه بالفخار على كل على كل البطاطا صار فيها كعك صار فيها بارميزان ليك عم بيشيدوا بادائك بالرجيع ها هلا انا هون بدي اعصر حامي انا ست بيت ست بيت اوكي يلا بعد شوي هيك هيك اخر فخاره اخر فخاره هاي يعني هيدي يلا منيح اوكي عندي صبايا هون المرق البيسك اللي عملناها يعني بقيت فينا نعملها صوص يعني هيدي الروس الريدس اللي طحناه هون هون فينا نعمل روس منه روس ريدس مطحونين نحن بنكبهم بزباله نو هيدا بيعمل ما في شيء كل ما بستفيد منه ما في شيء هيدا سموها البيسك دو كروفيت يعني الخيع ولا الريدس اوكي يلا انا هلا بدي اعمل هون بس خلينا نسخنه لمسه تبعيتها حطي بعد شوي بطاطا هاي اخر فخاره لانه كرمال ساعه باقي ما هو بحب يعملها على شكل شوي هيك تبين مقوس من فوق اوكي هيك منيح هون انا بحط زيت زيتون بس سوري زحيلة شوي يلا هلا ال يا هلا نحن عم نلهي المشاهدين عن السلاد اجيب الملح بعد قولك تحمل بعد شوي ايه اتصب كرانشي الكعك هلا جبنة بس
اسم الله عليكم. نشاط نشاط نحن. نشاط. إيدك اليمين. إيد واحدة ما بتزق. لحظة ليكي. بدهم يقعوا. ما عاد حداك. هون أنا رح أخلط المكونات. أوكي. برش أنا رشة الأوريغانو. أوه. على الفرن. هيدا يلا خليني اخذ على الفرن. نحن بعد لازم نحركوه على الغاز نشوف اذا منتبهين بهيدي الملعقه. لا معلش لا بشيت بشيت الخفق. الخفق ايوه تمام. شو حاطط هون شاف على الغاز؟ انا رح اقول لك. هلا تخبرك القرايدس مرقايدس طحنا الانقاع وحطيناه ساعدناه على الشيل روس القرايدس نحن طبخناه هون. اوكي اوكي حطينا معهم كرافس وثوم اوكي والفلافل الملونه وطحناهم شوي بالميكسر جانا صفيناهم يعني صارت الروس على جنب وطلعنا البيسك دو كروفات. اوكي ما بتزيد لهم طيبات او شيء؟ لا كل شيء هي بهارات فيها جانا حطينا كريمه فيها. اها فينا مثل ما قلنا نحط راس حدا فينا نقدمها هيك. كيف بنعرف انه خلص فينا نوقف تحكي؟ تاتشد تاتشد شو عنك اذا نار خفيفه ماشي الحال. يلا بس سوري بدي اخذ جلوفز انا. تفضل لنسكب السلاد. بدها وقت بس لتشد. هلا فيها هي فيها نستعملها سوب، فينا نستعملها اذا بنستعملها كصوص فينا نشدها اكثر شوي، اذا نستعملها كسوب منيح رح اخوطها. عم جرب نحن تركينها هيك. شو معقول يكون الجو؟ بدك انا اسكب السلاد او لا؟ يلا انا حطيت كفوف رح هلا بجيب بعض الصومون بحطهم. نضف شوي ما جويتوا فيها خفيف. لا ابدا. لا بس المنيح انه فوق الخشبة الفرن. ايه لا عرفنا وين. تمام. بس انا تفاجأت بانيتا سريعة والله. هون رح نزل حطينا بصل خيار وبندورة كرازية وزيتون وبقدونس وفجل وفجل اسمه سلاد بالافوكادو حط لها سمو. اه مش سالمون سالد. لا افوكادو وسالمون. شفت كيف؟ هلا اجيب الصومون من برا بعد. هيدي هون البصله نزيدها. انيتا بتعرف شو في لي هالصوص؟ يمكن صارت منيحه انا بلشت. ماما هلا بس ساعة بترجع بتشد زياده ما هيك شاف؟ صحيح بس تبرد. لا ما برغلت. لا انا كنا عم نحركها على الشغل. وهلا رح تتماسك. مزبوط مع الجبنه. دغري لقطت. غنجناها كثير لهالصوص. هي الصومون. ساشيه. هلا سلايسز مثل ما هن صح؟ 100% وزعهم. بدك انا وزعهم؟ او لا بتفضل انت؟ ما رواق هلا نحن ماشيين انت شيلي. في عنا الفخارات بالفرن كمان شايف. وين تدوب. نحن بالشكل بدنا اياه فينا نوزع الصومون. شايف هاي مشي حالها تمام؟ هي تخفف لك النار عليها؟ لأنه بلشوا يعطوني مهمات إضافية خلص بالرجي. شايفوا قدراتي بالتحريك؟ تمام بس هو الجبنة ما ذهبوا، ما ذهبوا الجبنة بتحرك بعد لازم يدوبوا. لازم يدوبوا؟ إيه لأنه ليكي كيف معلقين بالقصمة أنا وياك. يلا قصمة الحق. شكرا. أيوة أنيتا اليوم اكتشفنا الوجه الاخر لانيتا. بس انيتا انا بحب الطبخ على فكره. انيتا بال 2024 شكلها. لا لا بدها تفاجئنا بكثير قصص. هلا هي فاجئتنا اوريدي. ما عجبها الموضوع. شلت كفوفي وهلا صرت ردي اني انتقل على يلا جاي انا لعندك سفره. ما بتعرف تكون بشي بقى؟ لا بدنا رش هون رشه جبنه عليهم. طيب رح اسبقكم لكن هيدي قصتها طلع بدها وقت. ايه خلص الصوص. لا شاف انا ما بقبل اترك ولا حبه جبنه مش دايبه ابدا. هيك دوبيها. اذا دابوا معك بدي اوصل له شوي. ما في متطوعين من استوديو؟ اذا دابوا معك بدي اوصل له شوي. هيدي السلاد انا رح
سلاد إلي. سلاد إلي. تعبت. هلا رح نصورها كمان، رح اجيب تليفون شاف من هون اذا فيك تعطيني. يلا خلص بالزياده بالزياده، هاي منيحه صارت. ويلكم شاف، هاي صارت كثير منيحه. يلا انا ما فيش اتاخر عن الطليان، مش لانه جعتي. لا هيدي السلاد هون صارت جاهزه. يلا ها هلا قد ايه بدها وقت بالفرن السوفلي شاف؟ ما بحس يمكن شي خمس دقائق. خلصوا خلصوا، فتحت يلا حضر حالك. ريدي هولي. السوفليه اللي اوريدي حضرناه هولي، شوفوا المشاهدين شكلهم النهائي. صراحة بتشه، أنا من محبي السي فود. أنت لا؟ بلا أكيد، بس أول مرة بدوق سوفليه بسي فود. وعلى طول شيف فادي معودنا على نهار الجمعة، صح، رسلتات جديدة ريليتد للسي فود نهار الجمعة تحديدا. الأكل بالفخار على طول له لذة غير. عم بيحكوا هيدي هاي انت يمكن عملتيها بالاخر، كترت عليها اوريغانو. ايه دعمناها بالاخر. رح اخذها انا. شغل ديات انيتا. لك ساحتين. ريحه المطيبات بال خصوص الاوريغانو. صح، غير شكل. هو بعد عنا راسين. الزينه بس تنعرف شو عندي. اوكي. شاف سلم ايديك. هالاكل الطيب اكيد ما في شك. صح. لازم نودع المشاهدين. خلص وقتنا، شو بنقول لهم؟ كل يلي ما لحقوا يحضروا الشيف فادي شو عم يعمل، بدهم يرجعوا يشوفوا الطريقه والرسات، ما عليهم الا يرجعوا يفوتوا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالال بي سي اي، على ويب سايت الال بي سي اي، مورنينج توك، واكيد صفحه الشيف فادي. اوكي، بدنا نقول لهم نهار مبارك، لانه اللي صار اليوم كثير مهم للبنان، بعد ما تم رفع موزايك القديس شربل ببازيليك القديس بطرس بروما. ومثل العاده نتمنى لكم بوم ويك اند، استمتعوا بالسياحه الشتويه، اطلعوا على الجبل. طقس بالمبدا حلو، يعني اليوم جينا على الشغل كان حلو، ان شاء الله تضل مشمسه تطلعوا انت والعائله وتقضوا كم يوم حلوين بعيدا عن صخب المدينه وهموم الشغل. صحيح، وانا بلاقيكم بكره انا واليو اكيد بكره بعد بكره. اسمع الله عليك، رح تزهقوا مني هول 3 ايام. يلا كونوا على الموعد. تسلم ايدك. باي، ميرسي، بونك اند.